رئيس السيسي وجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد أداء المستشار عزت أبو زيد سلام اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وهيئة الدواء المصرية تعلن منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك فاكسيرا المنتج محليا. إنها السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. أنا أحمد بشتو ومعي زميلتي دانا مدحت. ودانا معك البداية. أهلا بك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة ومع حوكمة المنظومة بالكامل إداريا وماليا. توجيهات السيد الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة من أجل تطوير قطاع الثروة المعدنية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الإطار، وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن خاصة خام الذهب. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إدارياً ومالياً، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظاً على حقوق الدولة. في سياق آخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسؤولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتدادا للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الأداء الإداري الحكومي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عصام الدين محمد فهيم رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 21/8/2021. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة تسرع الخطى لتنفيذ مشروع حدائق الفسطاط في ضوء توجيهات السيد الرئيس السيسي بالإسراع بمعدلات تنفيذه، وخلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع. أكد مدبولي أن هذا المشروع سيحقق نقلة حضارية بالمنطقة وإحياء أول عاصمة إسلامية بإفريقيا والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها، ومشيرا إلى أن المشروع يستهدف إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.
أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للسودان حكومة وشعبا ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير منازل. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف الحالية، وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة. كما أكدت مصر ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على عبور تلك الأزمة. أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأحوال المدنية واصل تسيير قوافل خدمية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين بأماكن العمل بالمدن الجديدة ولقاطني المناطق النائية والأولى بالرعاية المجتمعية، وذلك من أجل تيسير على جمهور المواطنين والاستجابة لالتماساتهم. لم يعد الأمر يقتصر على تقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية للمواطنين في مقرات الأحوال المدنية فقط، بل تم استحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين. فقد انتقلت وزارة الداخلية بالخدمة إلى أماكن العمل والإنجاز والمشروعات العملاقة التي تتحقق حتى لا تتوقف مسيرة العمل، من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية كمقرات متنقلة للأحوال المدنية بها كافة التجهيزات لاستخراج الأوراق الثبوتية. وقد قامت الوزارة بتوجيه تلك السيارات إلى مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تنشئها الدولة بهدف خدمة العمال في مواقع عملهم ولخدمة المترددين عليها من المواطنين، خاصة في تلك الفترة من العام والتي تشهد زحاماً كبيراً، بهدف التيسير عليهم في استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي أو الحصول على مصدرات القطاع المختلفة. دي خدمة ممتازة طبعاً بتقدمها وزارة الداخلية للمواطنين اللي موجودين المغتربين بعيد عن بيوتهم، مش عارفين ينزلوا يخلصوا مصالحهم الحكومية. وفرت علينا كتير بأمانة، شيء يحترم جداً. يعني إحنا يعني الواحد بينزل أجازة وما بيصدق يرجع. إحنا أنا جاي أعمل شهادة ميلاد لابني هنا دلوقتي، أنا ما صدقتش لما كلمونا قالوا لنا إن في عربيات أحوال مدنية موجودة هنا. الحقيقة مجهود يشكر وحاجة محترمة جداً جداً جداً. كمهندس هنا مثلا في مدينة العالمية الجديدة كنت شايل هم موضوع ان انا اروح اجدد بطاقة الزوجة والاوراق والكلام ده كله، فالعربية دي سهلت لنا طبعا الموضوع كله. وبالتوازي مع توجيه قوافل الاحوال المدنية الى مدينة العالمين الجديدة والمدن الجديدة، وجهت الوزارة سيارات الاحوال المدنية المجهزة الى عدد من القرى النائية بمحافظة الفيوم لمساعدة المواطنين هناك في استخراج الاوراق الثبوتية، وهو ما يوفر عليهم عناء التوجه إلى مقرات الأحوال المدنية بمراكز ومدن المحافظة لاستخراجها. وتم الاستعانة بتابلت للتعامل مع الحالات الصحية التي يتعذر توجهها لمقرات الأحوال المدنية أو دخول السيارات المتنقلة إليها في أماكن إقامتها. جات لنا النهاردة قافلة أحوال مدنية عملت لنا بطايق وشهيد ميلاد وخنمات مدنية كتير، ريحتنا جدا ان احنا كنا بنركب مواصله بتاع نص ساعه عشان نعمل بطاقه ولا شهاده ميلاد. فرت على ناس كتير جدا وجهد كتير، وانا النهارده كنت جاي استخرج شهاده ميلاد لابني والحمد لله تم استخراجها بكل بساطه وبكل راحه. الى مواقع العمل والبناء والى القرى والمناطق النائيه والى كل مكان على ارض الوطن تتوجه سيارات الاحوال المدنيه لتقدم للمواطنين في كل تلك الاماكن خدمة ميسرة يحصل من خلالها على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، والتي أصبحت أيضاً متاحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت في إطار توسع وزارة الداخلية نحو إتاحة خدماتها إلكترونياً اتساقاً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة لاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك فاكسيرا المنتج محلياً، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم أمان وجودة وفعالية اللقاحات. وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقاً من استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توفير لقاحات آمنة وفعالة لمواجهة جائحة كورونا. We'll be right back.
كشفت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد عن إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك فاكسيرا والمصنع محليا. هذا وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم توريد أول مليون جرعة إلى جميع المراكز الطبية بدءا من الغد. تم إنتاج، إحنا دلوقتي ما عندنا إنتاج ل 15 مليون جرعة من فاكسيرا ساينوفاك. بدء توريد اللقاحات اللي تم تصنيعها، أول مليون جرعة هيتم توريدها لمراكز اللقاحات ابتداء من الغد في جميع المحافظات. الطاقة الإنتاجية لفاكسيرا ساينوفاك من 15 مليون ل 18.5 مليون جرعة شهريا، وده طبعا هيحل مشكلة كبيرة جدا في مجال توفير اللقاحات. زي ما انتم شايفين التحدي الكبير في توفير اللقاحات اللي هو مش ملوش علاقة بتوفر الفلوس قد ما قدرة التصنيع في العالم كله محدودة للغاية، وعشر دول في العالم قدرت انها تاخد 80% من الانتاج العالمي، وبالتالي كان مهم جدا ان مصر تلتفت لهذه الخطوة الكبيرة. وقريب جدا هنعلن عن الشراكة الجديدة اللي هنعملها مع أحد الشركات الغربية في تصنيع لقاحات كورونا من نوع تاني من اللقاحات في المصنع الكبير لفاكسيرا في 6 أكتوبر بإذن الله. كما أكدت وزيرة الصحة أن مصر تشهد منذ بداية الأسبوع الماضي ارتفاعا بسيطا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن اللقاحات المضادة لكورونا تقلل بنسبة 90% حالات الدخول إلى المستشفى، كما تسهم في تقليل أعداد الوفيات بشكل كبير. اللي أنا أقدر أجزم به بناء على كل التقارير الدولية ومشاهداتنا داخل مصر وخارج مصر وتقارير منظمة الصحة العالمية إن اللقاح بيقلل بنسبة تصل ل 90% الدخول للمستشفيات وبيقلل الوفيات بشكل كبير جدا، ولكن مع زيادة الأعداد أكيد هيبقى في زيادة في الوفيات بشكل أو بآخر، ولكن مش بنفس نسب الفترة اللي فاتت. مصر طبعا بتشهد بدء ارتفاع ابتداء من الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي فات مرورا بالأسبوع ده بدء ارتفاع في الأعداد، صحيح ارتفاع بسيط بالنسبة لعدد السكان ولكنه مستمر. ده معناه إن احنا التصاعد اللي ما بينزلش معناه إن احنا هنكمل فيه، وبالتالي يهمنا جدا ويهم الحكومة المصرية والقيادة السياسية ان احنا نعمل تكثيف الفترة الجاية من اللقاحات، وده سبب المؤتمر النهاردة. هذا وأضافت وزيرة الصحة أنه تمت زيادة مراكز تلقي اللقاحات إلى 512 مركزا ثابتا ب 27 محافظة، وذلك بالإضافة إلى آلاف الفرق المتحركة. كما تمت زيادة مراكز اللقاحات من أجل السفر إلى 145 مركز ليبلغ إجمال المراكز 657 مركزا. إحنا بنتكلم على النهاردة 512 مركز ثابت للقاحات في 27 محافظة، ارتفع من 446 الأسبوع اللي فات ل 512 الأسبوع ده. ارتفعت مكاتب أو أماكن اللقاحات من أجل السفر من 134 الأسبوع اللي فات ل 145 الأسبوع ده، إجمالي المراكز 657. طبعا هنا بأكد ان الاماكن المخصصة للسفر مش هي الاماكن اللي فيها الناس العادية اللي بتسجل على الموقع، وده علشان برضو احنا يعني بنراعي اهلنا من اللي حابين يروحوا لفرص عمل في الخارج. والحقيقة احنا بنشتغل من 9 صباحا ل 9 مساء، بس في كثير من المراكز السفر بالذات بنقعد لغاية الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. كذلك فقد أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن استهداف تطعيم العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والبالغ عددهم حوالي 5.5 مليون مواطن قبل بدء العام الدراسي. وجاءت الوزيرة الدعوة للعاملين في الوزارتين للتسجيل على موقع لقاحات كورونا، وسوف تصلهم رسائل تلقي اللقاح خلال 72 ساعة، مشيرة إلى إمداد وزارة التعليم العالي باللقاحات واللوجستيات اللازمة لتطعيم العاملين والطلبة.
وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص مركز للتطعيم في مقر البعثات الخارجية التابع للتعليم العالي للتسهيل على المسافرين، لافتة إلى إعطاء جرعة أخرى للمسافرين لأغراض العمل والعلاج والدراسة، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الهجرة لاستيفاء البيانات المطلوبة. تواصل الدولة المصرية مساعيها الحثيثة لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، وذلك في إطار خطة طموحة للتصدي للفيروس وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس السيسي للحفاظ على صحة وسلامة المصريين. المزيد في سياق هذا العرض التالي. بحثت وزارة التضامن الاجتماعي سبل تعظيم جهود المجتمع المدني في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخلال اجتماع لوزيرة التضامن نيفين القباج مع ممثلي 30 جمعية أهلية، وجهت الوزيرة بتسريع وتيرة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة. كما أعلنت القباج الانتهاء من تأثيث 8500 وحدة سكنية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق غير الآمنة. وتتواصل أعمال تنفيذ المشروعات بقرى محافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استمرت أعمال تطوير الكهرباء بقرية الشوبك وتجديد وصيانة الأعمدة داخل القرية، كما يجرى العمل بمحطات رفع الصرف الصحي في بعض القرى. وفي محافظة الفيوم استمرت أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى المحافظة، ويجري الانتهاء من إحدى المدارس في بقرى مركز إطسا، بالإضافة إلى استمرار أعمال إنشاء مجمع الخدمات في أحد مراكز الشباب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعذر تسليم 500 طن من الإمدادات الطبية كان مقررا تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع بسبب القيود المفروضة على مطار كابول. هذا ودعت المنظمة الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي، حيث تخزن المنظمة الشحنات لحمل الإمدادات في طريقها أثناء عمليات الإجلاء من أفغانستان. ومن جانبها دعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لإنشاء جسر جوي إنساني بشكل عاجل لإيصال المساعدات بدون عوائق إلى أفغانستان، وطالبت المنظمتان في بيان مشترك بإتاحة الوصول الفوري لتوصيل الأدوية وغيرها من المستلزمات المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة
بما فيهم حوالي 300 ألف شخص نزحوا خلال الشهرين الماضيين. تأتي هذه الدعوة في خضم عدم السماح بهبوط طائرات تجارية حاليا في كابول، وتخوف من تراجع القدرات على الاستجابة للاحتياجات المتنامية في البلاد. في ظل المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، طالبت الأمم المتحدة دول الجوار بإبقاء حدودها مفتوحة مع أفغانستان، خاصة مع نزوح أكثر من 550 ألف شخص في البلاد ومعاناة 14 مليون شخص من الجوع، وذلك وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان حذر من أن البلاد على أعتاب كارثة إنسانية، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة من الجوع، بينما يعاني مليون طفل من سوء التغذية، مشيرة إلى أن حالة الأمن الغذائي في تدهور. برنامج الأغذية العالمي أعرب عن أمله في توسيع نطاق الاستجابة وصولا إلى 14 مليون شخص، مشيرا إلى الحاجة بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للقيام بتلك الأمور. وعلى خطوط التماس مع الأزمة في أفغانستان، طالبت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بإنشاء جسر جوي إنساني فوري لإيصال المساعدات الحيوية لأفغانستان. وأكد بيان صدر عن المنظمتين ضرورة إتاحة الوصول الفوري ودون عوائق للأدوية وغيرها من الإمدادات الصحية المنقذة لحياة الملايين المحتاجين إلى المساعدة في أفغانستان، بما في ذلك 300 ألف نازح خلال الشهرين الماضيين فقط. وحذر البيان من أن الصراع والنزوح إضافة إلى جائحة كورونا ستسهم في خلق وضع معقد في أفغانستان. وإلى تونس، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عمق العلاقات التونسية الجزائرية. وخلال استقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، جدد الرئيس التونسي الإعراب عن حرص بلاده الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر، وذلك بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية، تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة. هذا وسلم وزير خارجية الجزائر الرئيس التونسي رسالة من نظيره الجزائري. شرفت بهذه المقابلة من طرف سيادة رئيس الجمهورية، وتشرفت بنقل لسيادته رسالة خطية من شقيقه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي حملني مشاعر المودة والتقدير والاحترام إلى أخيه، وكذلك حملني بعض الأفكار لتبادلها مع شقيقه وصديقه. فاغتنمنا هذه السانحة لنشكر الرئيس على وقوف الشعب التونسي الشقيق إلى إخوته في الجزائر ونحن في محنة الحرائق، ونعرف كذلك أن تونس قاومت الحرائق بصبر وعزيمة قوية، فالحمد لله على انتصار الشعبين على هذه الظاهرة. إلى شأن آخر، فقد أكد مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الأطفال يتحملون أعباء الصراع في اليمن. وخلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن، أعلن جريفيث أن هناك نحو 5 ملايين على بعد خطوة من المجاعة مع انهيار الريال اليمني، مضيفا أن نحو 20 مليون إنسان يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة. وخلال استقباله رئيس رابطة كاريتاس لبنان ميشيل عبود، اعتبر عون أن الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية والإنسانية عامل مساعد لما تقوم به الدولة برغم ضآلة إمكاناتها المادية والتي تراجعت بشكل ملحوظ. في بغداد، أكد الرئيس العراقي برهم صالح تطلع العراقيين إلى دولة آمنة خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد. وقال في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية إن عمر العراق المعاصر بلغ قرنا كاملا، وشهد العديد من المنعطفات التاريخية التي حملت إنجازات وانتكاسات من حروب ومآسي.
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية ويجب أن يشارك فيها الجميع. هذا وأشار الكاظمي خلال زيارة مقر قيادة العمليات في منطقة الطارمية شمالية بغداد إلى أن القضاء على الإرهاب وتكثيف منابعه يحتاج إلى التعاون ما بين الدولة والمواطن، وداعيا القادة العسكريين إلى إعادة النظر في الخطط الأمنية المتبعة من أجل مواجهة خلايا داعش ومنع تكرار أي خروقات. كما أعلن الكاظمي انطلاق عملية أمنية بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية من أجل القضاء على هذه الخلايا. هذا وأضاف مصطفى الكاظمي أن العراق يمر اليوم بظروف حساسة وتستدعي التصدي للأصوات المتطرفة، ولافتا في هذا الصدد إلى أن الانتخابات المبكرة ستأتي بحوكمة جديدة تستكمل ما تحقق خلال الأشهر الماضية. أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدو سوغا عن أسفه لهزيمة مساعده المقرب هاشيتيرو أوكونيجي في انتخابات رئاسية بلدية يوكوهاما. هذا أعلن سوغا عن عزمه السعي لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي رغم خسارة مساعده في يوكوهاما. هذا وباشر رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري يعقوب مهام عمله رسميا، وذلك بعد أدائه اليمين أمام الملك في أعقاب استقالة حكومة محي الدين ياسين. وكان إسماعيل قد دعا في وقت سابق الشعب الماليزي إلى التعاون نحو التعافي الاقتصادي والصحي. ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار جريس الذي ضرب شرق المكسيك إلى 11 قتيلا، وتسبب الإعصار في وقوع فيضانات وانزلاق للتربة وخلف أضرارا بمئات المنازل والمتاجر. هذا وضعت السلطات قرابة 8000 عنصر من الدفاع المدني والجيش وعمال الكهرباء في حالة تأهب لمرحلة ما بعد العاصفة. أعلنت وزارة التربية اللبنانية عزمها فتح المدارس الرسمية اعتبارا من الشهر المقبل. هذا وأفاد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المكذوب في مؤتمر صحفي بالعودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات بعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومشيرا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والجهات المانحة لدعم العملية التربوية. في مسقط قالت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان إن السلطنة ستسمح لكل من يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بدخول البلاد اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. وأضافت الهيئة أنها أنهت العمل بقائمة دول كان محظورا دخول الوافدين منها بسبب الجائحة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع افتراضي لوزراء الصحة الأفارقة ضمن الدورة 71 للجنة الإقليمية للمنظمة لإفريقيا، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري. هذا وأوضحت المنظمة بأن الاجتماع يضم أكثر من 400 مندوب وبمشاركة الدكتور تدروس أدهنوم مدير عام المنظمة، ومؤكدة أن الاجتماع سيبحث عددا من القضايا ومن بينها توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة وباء كورونا. طالب مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم بتأجيل جرعات لقاح كورونا التنشيطية، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم 1 أو 2% فقط من سكانها. وحذر أدهانوم خلال زيارته لبودابست من ظهور سلالات أقوى من فيروس كورونا إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالميا. وللمزيد ينضم إلينا من إدهوفن الهولندية دكتور محمد سليمان أستاذ جراحة القلب. دكتور محمد، يعني تدرس أدهانوم ويطالب في هذا الشأن بما طلب به كثير من الخبراء بأن تولى الدول الأكثر احتياجا للقاحات بالجرعات الفائضة من الدول الغنية. إذا هل تعتقد أن الدول الغنية سوف تحذو ما قاله أدهانوم في هذا الشأن؟
اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. طبعا انا متفق تماما مع دكتور مدير منظمه الصحه العالميه، لان اولا الابحاث اثبتت ان جرعتين من اللقاح ضد الكورونا كافيين لان هم يدوا مناعه ل 80% من الاشخاص. فاذا ان احنا بسبب ظهور سلالات جديده ان احنا نفكر في اعطاء جرعه ثالثه بينما نسبه كبيره من الاشخاص على مستوى العالم يمكن لم تحصل على الجرعه الاولى، فده ما فيهوش اي عداله. ومنظمه الصحه العالميه للاسف دورها مش قيادي في الموضوع ده وفي موضوع الكورونا بالذات، ولكنه دور استشاري. وحتى من بدايه ظهور الفيروس كان هناك علامات استفهام كبيره حول هذا الدور. الكلام اللي بيتقال دلوقتي على 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 حد علمي في الاتحاد الاوروبي ان هم فعلا بيدوا اولويه كبيره لان يتم اعطاء اللقاحات في بجرعه اولى وجرعه ثانيه في الدول التي لم يتم فيها التطعيم قبل ان نفكر في اعطاء جرعه ثالثه للناس اللي خدوا جرعتين. وده بناء على حقيقه مهمه جدا ان اي تحورات في الفيروس ممكن تقاوم اللقاح بعد جرعتين، ولكن لن يتسبب الفيروس في حاله اخذ الشخص الجرعتين في مرض شديد. يعني لنفترض ان 80% عندهم حمايه بعد جرعتين، ال 20% اللي ممكن المرض او الفيروس يصيبهم بعد الجرعتين فرصه ان هم يتعرضوا لمشاكل صحيه زي مشاكل الرئه ودخول العنايه المركزه وما الى ذلك وفرصه الوفاه تقريبا منعدمه. طب دكتور محمد، يعني هناك دول بدات بالفعل اعطاء جرعه ثالثه، اليابان ربما تفكر بالفعل، كوريا الجنوبيه اعلنت منذ فتره، بعض الدول الاوروبيه تحدثت عن اهميه جرعه ثالثه، واذا كان متحور دلتا ظهر وربما الجرعات الحاليه تؤكد وجود مقاومه له، فبالتالي لن يهتم الغرب بمتحورات قد تظهر في الدول التي لم تتلقى اي جرعات. لا، كلام حضرتك يعني البدايه صح، لكن عدم اهتمام الغرب ده مش صحيح، لان انا متاكد تماما. لا، هذا افتراض. مفهوم حضرتك، كلام حضرتك افتراضيا ممكن يكون صح، لكن على ارض الواقع انا متاكد من الكلام اللي بقوله حضرتك ان الاتحاد الاوروبي ادى اوامر للجهات العلميه المسؤوله انها تشوف الاولويه. والكلام اللي اثير في الاسبوعين اللي فاتوا ان الاولويه ان الجرعه الثانيه تعطى لاكثر عدد من البشر وبالتالي نقلل فرصه انتشار الفيروس. انما في دول طبعا خارجه عن النطاق، لكن دي دول محدوده جدا. انما لما اتكلم انا على الدول الكبرى زي الغرب وزي الاتحاد الاوروبي بالتحديد، فاعتقد ان السياسه اللي هتتم في خلال يعني يمكن يصدر قرار قبل اول سبتمبر ان الاولويه تعطى لان اكثر عدد من الناس ياخدوا الجرعتين. يعني ادي لحضرتك على سبيل المثال في هولندا ما فيش كلام نهائي عن الجرعه الثالثه، لان الناس نسبه الاشخاص اللي خدوا جرعتين من اي نوع من اللقاح هم 60%، وعشان نوصل لنسبه مطمئنه الى حد ما لازم نوصل ل 80%. طيب ما بين 75% و80% هذه مناعة القطيع، لكن بالتالي هل تعتقد دكتور محمد أن العالم الغربي المنتج لمضادات كورونا سوف يستجيب لأدهانهم إذا وصل إلى هذه النسبة على الأقل وكان مطمئنا أنه طعم أكثر من 80% من سكانه؟ أنا متفهم تخوفات حضرتك وتخوفات منظمة الصحة العالمية، لكن الموضوع الآن في أيدي الناس الأبحاث العلمية، وبالتالي أنا أؤكد لحضرتك إن الاتحاد الأوروبي بالتحديد الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأي دولة بإنها تعطي الجرعة الثالثة دون أن يفكر في مطالب منظمة الصحة العالمية، لأن هو طبعا مسؤول جزئيا عن منظمة الصحة العالمية، وبالتالي أنا متوقع إن هو هيشارك في الاجتماعات القادمة وهيتم التأكيد على إن
الدول اللي لم تحدث فيها نسبة كبيرة من التطعيم سواء التطعيم الأول أو الثاني هتاخد الأولوية. نعم. ولذلك أنا مش متشائم بالنسبة لهذا الموضوع. ضيفنا من هولندا دكتور محمد سليمان أستاذ جراحة القلب، أشكرك جزيل الشكر. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، والآن إلى بريطانيا حيث أعلنت تسجيل نحو 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت السلطات تسجيل 40 حالة وفاة جديدة مرتبطة بهذا الفيروس. هذا ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما أو أكثر. وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذا الإجراء سيعزز من جهود التلقيح ضد كورونا. الموافقة على استخدام لقاح فايزر سيزيد الثقة من التطعيم، ويعد لقاح فايزر أول لقاح يحصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 2020. أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا في العاصمة جاكرتا وجزيرة بالي اعتبارا من الثلاثاء. هذا وأكد ويدودو السماح بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق ودور العبادة جزئيا، وأضاف أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا انخفضت بنسبة 78% عن ذروتها في شهر يوليو الماضي. أما في بكين فقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ يوليو الماضي، في مؤشر على أن التفشي الحالي الذي بدأ في أواخر الشهر الماضي ربما يتضاءل قريبا. يذكر أن الصين سجلت حتى الآن أكثر من 94 ألف إصابة منذ تفشي الفيروس، بينما بلغت حصيلة الوفيات نحو 4600 حالة. أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا بأن الصندوق سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، وذلك تعزيزا للجهود العالمية الرامية لمكافحة وباء كورونا. هذا وقالت جورجيفا بأن أكبر توزيع يقوم به الصندوق على الإطلاق للاحتياطات النقدية سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، وسيسد من النقص في احتياطات الدول الأعضاء من هذا النقد الأجنبيين، ويقل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة. هذا وأضافت بأن حوالي 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. وقعت دار الإفتاء المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك وعلوم تكنولوجيا الفضاء. هذا وقد تم تخصيص مقر لدار الإفتاء داخل جامعة بني سويف، وتمتلك الجامعة كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وهي من الكليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، إضافة للعديد من المعامل الحديثة. لابد أن يكون الجانب العلمي في أفاقه البعيدة وفي أفاقه القريبة وفي كل المجالات هو مصاحب للعملية الإفتائية ومصاحب للعملية الشرعية. نحن نرى بأن العلم
في مجال الهندسة وفي مجال الصيدلة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال الاجتماع هو من العلوم الأساسية التي بها نستطيع أن نقف على أرض الواقع ونصدر فتوى صحيحة مطابقة أو ملحوظ فيها هذا الواقع بدقة. يأتي بروتوكول اليوم مع معالي الوزير رئيس جامعة بني سويف الأستاذ دكتور منصور حسن لتتويج هذا العمل، والحقيقة نحن بنشرف ونسعد بهذا التواجد وبهذا الاتفاق، لأنه سيفتح أفاق أخرى مع جامعة متنوعة في علومها ومتفردة في الوقت نفسه. وقد رأينا بالفعل أن هناك بعض التخصصات ليست موجودة على مستوى مصر ولا على المستوى الوطن العربي، وبناء على ذلك هذا الاتفاق في الحقيقة يعد اتفاقا قويا. منذ أن وقع اليوم نحن سنلمس إن شاء الله يعني الثمرات والنتائج المرجوة منه بإذن الله. واقتصاديا، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التمورية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا وأكد المركز استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بما فيها المكرونة بكافة المنافذ التمورية وفي المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعية دون أي زيادة، ومشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي من المكرونة يكفي 5 أشهر، كما شدد على شن حملات تفتيش دورية على كافة المنافذ والمجمعات والأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات ومنع أي تلاعب بالأسعار. أكدت وزارة الزراعة أن القوافل البيطرية العلاجية تقدم لصغار المربين كافة أوجه الرعاية والعلاج لرؤوس الماشية. جاء ذلك خلال عقد وزير الزراعة السيد القصير اجتماعا مع قيادات الوزارة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا. وتناول الاجتماع بحث سبل تكثيف القوافل البيطرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلنت وزارة التخطيط الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخططها العام المالي الجاري وتبلغ 65 مليارا و300 مليون جنيه. هذا وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن الرؤية التنموية للقطاع تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية من أجل مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ولتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة. وفي أخبار الرياضة، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، وتشارك البعثة المصرية في بارالمبيات طوكيو ب 49 لاعبا ولاعبة في رياضات ألعاب القوى والكرة الطائرة وجلوس والبارا تايكوندو وكرة الهدف والريشة الطائرة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والسباحة. وتمتلك مصر طوال مشاركاتها في دورة الألعاب البارالمبية 177 ميدالية متنوعة بواقع 49 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و64 أخرى برونزية. تستضيف مصر بطولة العالم لدرجات المضمار للناشئين باستمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، والتي بدأت بتنظيم كأس العالم لكرة اليد مطلع العام الجاري، ثم بطولة كأس العالم للرماية، ثم بطولتي إفريقيا لدرجات الطريق والمضمار، ما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
يلتقي غدا الثلاثاء منتخب مصر لكرة السلة مع أفريقيا الوسطى في مستهل مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 24 من أغسطس وحتى 5 من سبتمبر المقبل. ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا. ويواجه فريق الزمالك غدا الثلاثاء الانتاج الحربي في الجولة 33 للدوري الممتاز. هذا ويحتاج الفريق الأبيض للفوز باللقاء لتتويج رسميا بدرع الدوري، حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب برصيد 76 نقطة. كما يواجه فريق النادي الأهلي فريق الجونة غدا الثلاثاء ضمن لقاءات الأسبوع 33 من الدوري الممتاز، ويمتلك الأهلي 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك قبل جولتين من نهاية المسابقة. هذا وأعنى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالبطولة إلى 16 حالة، وذلك بعد إجراء آخر جولة من الفحوصات ما بين أكثر من 3000 لاعب وعضو بالأطقم المعاونة. هذا وأظهرت الجولة الثالثة من الفحوصات التي أجريت ما بين 16 إلى 22 من شهر أغسطس الجاري زيادة في الإصابات بعدما سجل الدوري الممتاز 20 حالة في أول أسبوعين من هذه الاختبارات. بهذا وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية، إليكم الآن تذكيرا بأهم ما تابعتموه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة. رئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين المستشار عزت أبو زيد سلام رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. هيئة الدواء المصرية تعلن منح رخصة لاستخدام الطارئ للقاح ساينوفاك فاكسيرا المنتج محليا. وختاما لمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تويتر إنستغرام أو يوتيوب. أشكر لكم طيب المتابعة، كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلي أحمد بشتود، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.